مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني ولسه مكملين حديثنا عن المشاريع القومية العملاقة اللي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ومعانا دكتور حميد الرجوي رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيفنت. دكتور حميد، اتكلمنا عن أكتر المشروع في العاصمة وشفنا أكتر من حاجة في العاصمة، عايزين نتكلم عن حجم الاستثمار اللي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة اللي بيخص اليمن. اليمن مثل غيرها من البلدان العربية بعد نشوب الحرب واستمرارها لفترة طويلة أصبح رأس المال اليمني ينزح، أصبح المستثمرين ورجال الأعمال والتجار يخرجون من البلد لعدم وجود بيئة مناسبة للاستثمار، وكان لمصر النصيب الأكبر من رأس المال اليمني الذي خرج. فأنا أتكلم سواء في العاصمة الإدارية أو في غيرها عن أكثر من 1,500,000 مواطن يمني مترددين على مصر، منهم ما يقارب 700,000 المستقرين والمقيمين الذين هم كمستثمرين كتجار كأصحاب صناعات مستثمرين في شتى المجالات. في المجال العقاري بالذات أعتقد بالنسبة لليمنيين هو المجال الأكثر نشاطا، اليمنيين دائما مهتمين بالعقار في كل بلدان العالم، فالحجم وجود اليمنيين داخل العاصمة الإدارية عدد كبير جدا، أعتقد من أكثر الدول العربية التي تتملك في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي معظم أحياء القاهرة تجد أحياء كاملة من القاهرة. أستطيع أن أقول عادة اليمنيين فيها أكثر من عادة المصريين بعض الأحياء، وجودهم كبير نتيجة للعلاقات العميقة والاستراتيجية الموجودة بين الشعب المصري والشعب اليمني منذ القدم. الشعب اليمني يعتبر مصر بلده، الاستثمار في مصر مربح، الأبواب مفتوحة، وجود اليمنيين هنا في مصر لا يعتبرون في غربة. إضافة إلى ذلك أن الفرص الموجودة داخل العاصمة الإدارية وعائد العائد الاستثماري منها الذي أخذ وحدات في العاصمة الإدارية مثلا قبل 3 سنوات، غير الذي أخذ قبل 2 سنين، غير الذي أخذ قبل سنة، غير اليوم، تكاد تكون الأسعار ارتفعت بنسبة 100% من البداية إلى اليوم. خلال 3 سنوات سعر المتر زاد حوالي الضعف، خصوصا كمان بعد نقل الوزارات والحي الحكومي كمان. أكيد العاصمة اليوم غير الأمس، لأن العاصمة كانت عبارة عن مباني بدون روح دب فيها الحياة، مجرد أن بدأت الدوام فيها ودبت فيها الحياة بدأت الأسعار ترتفع. وأنا أقول ليس هذا ارتفاع، ما زالت ترتفع أسعار عندما تستقر الحكومة بشكل كامل داخل العاصمة الإدارية. بعد الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية ستكون الأسعار غير اليوم، ومن لم يعني دلوقتي من لم يأخذ في العاصمة اليوم أكيد لن يستطيع أن يأخذ بعدين، لأن طبيعة السوق كلما زاد الطلب ارتفع السعر، فالموضوع في الاستثمار عرض وطلب، كلما خف الطلب كان الأسعار متاحة للجميع، لكن نزول الحكومة وبدء الدوام الحكومي هناك واستقرار الموظفين وتدب الحياة في المشاريع تباعا بلا شك سيزداد الطلب، ونتيجة لذلك سيزداد الأسعار. صحيح. طب إيه رأيك نشوف مع مشاهدينا الكرام الحي الحكومي وكمان الوزارات؟ يلا بينا. مشاهدينا الكرام، احنا مش همون ولا في حدائق اوروبا، احنا هنا في الحي الحكومي من قلب العاصمه الاداريه الجديده في ضيافه سلامه سيف مدير مشروعات شركه البحر الاحمر. اهلا بيك كمان. اهلا وسهلا بسعادتك. اهلا وسهلا، تشرفتونا.
في أشكرك. احنا دلوقتي طبعا في الحي الحكومي، وده المنطقة في العاصمة الإدارية اللي بتبعد 35 كيلو عن القاهرة. الحي الحكومي ده 430 فدان. نعم. يعني طبعاً احنا تحديدا دلوقتي امام وزارة المالية. ده مجمع وزاري من العشر مجمعات اللي موجودة، لان المجمع الوزاري ده فيه 10 مجمعات وزارية موجودة. نعم. بتضم 34 وزارة. ال 34 وزارة دول بيضموا 50,000 عامل، 50,000 موظف اللي هم هيبقوا موجودين في ال 34 وزارة. عشان كده بقول لحضرتك المجمع الحكومي بالكامل ده 430 فدان، 1,800,000 متر. ده على المساحة كلها. بيحب طبعا في النص المحور الأخضر اللي قدامنا ده، ده المحور الأخضر ده 430,000 متر. بتبقى مساحته كلها الزراعية أكتر من 88%، 12% أو 14% بس هي المساحات البنائية اللي موجودة في المجمع الحكومي بالكامل. احنا جدا. مجمع واحد هنا اسمه مجمع كلاستر 13 اللي هو شركة البحر الأحمر للمقاولات هي اللي بتنفذه، وده 35,000 متر لكل مبنى، يعني 170,000 متر تشطيبات معمولين فيه. هايل جدا. يعني المجمع ده أنا عايز أقوله لك بالمساحات الفوت برينت، ده عامل 55,000 متر. ده بيضم ديوان عام المالية. أخذ وقت قد إيه يا فندم عشان يجهز؟ إحنا ابتدينا سعادتك في 2017 وانتهينا في 2021. ودي يعني دي حاجه طبعا مش انجاز، ده هو حاجه تمت بتوفيق ربنا اولا، وبوجود القوات المسلحه معانا ثانيا باوامر من سياده الرئيس ان دي تبقى جمهوريه ثانيه، وفعلا بقت جمهوريه ثانيه. طبعا كنا بنشتغل 24 ساعه. دي كان عندنا 3 ورديات في اليوم، لان في ورديه صباحيه وورديه مسائيه، وكانت في ورديات اثناء الليل بتشتغل. كان في 5,000 عامل يوميا هنا بيشتغلوا بينفذوا اللي بيطلب منهم. كان معانا طبعا قيادات كبيره موجوده من الهيئه الهندسيه موجوده على طول اثناء حتى ايام الكورونا، احنا ما حسيناش بيها. يعني من الحاجات اللي احنا ما حسيناش بيها في العالم كله اللي كنا بنشوفه على التلفزيون احنا ما شفناهوش هنا. احنا كنا شغالين برضو ال 24 ساعه شغالينهم. دايما بقول حجم التنميه اللي حصل في جائحه كورونا او وقت جائحه كورونا بالنسبه للي حصل للعالم كله ده معجزة. دي المعجزة اللي حصلت في مصر يعني، وده اللي شد انتباه العالم كله لينا، ان احنا عملنا الجمهورية الثانية في ايام كورونا. نعم. ودي اللي اشتغلنا فيها فعلا، بقول لحضرتك ما حسيناش بيها. يعني كانت القوات المسلحة معانا، الهيئة الهندسية معانا، دار الهندسة معانا، المنفذين ومصممين وشركة المقاولات بتاعتنا شركة البحر الأحمر بالموظفين بتوعتها بال 4,000 فرد يوميا بالثلاث ورديات شغالين. وعشان كده احنا خلصنا، ورئيس الوزراء جالنا زارنا مرتين هنا وشاف الفرش في 2019 و2020، وجي عمل لنا افتتاحات. من ضمن اللي موجود في المجموعه الحكوميه هنا الديوان عام الماليه، ده من اول المباني المقب اللي اتعملت عليها كل الانتليجنت سوليوشن بالكامل، وتمت فيها تركيب الواي فاي والاكسس بوينت والانترنت والاكسس كنترول. ممتاز. وكل الانواع التكنولوجيا اللي موجوده فيها على اقوى حاجه يعني اتعمل. الجميل ان انا كل ما ادخل مشروع في العاصمه الاداريه الجديده مدير المشروع يقول لي انا يوميا بيدخل لي 5,000 عامل، مشروع تاني 7,000 عامل، مشروع تالت 4,000 عامل. يعني في اليوم العاصمه بيدخلها عدد مهول. العاصمه احنا بنتكلم على الحي الحكومي 55,000 عامل. نعم. لكن العاصمه انا بتكلم في كل مشروع بدخله مدير مشروع مثلا يقول لي ده 1000 عامل يوميا. يوميا في العاصمه الاداريه الجديده موجود اكتر من 300 شركه كبيره جدا من الشركات الكبيره. انا بقول لحضرتك ال 10 مجمعات دول ماسكينهم اكبر 10 شركات في مصر، ده غير المجمعات التانيه، غير التريبل سي اللي هو مبنى التحكم برضو احنا ماسكينه، واحنا المنفذين ليه شركه البحر الاحمر، وده مبنى التحكم الاساسي للعاصمه الاداريه، يعني العقل المفكر اللي هو بيضم كل اعمال التكنولوجيا اللي بتتم عن طريق المونيتورنج اللي هتتم من الشاشات ومن النقط البوينت الاكسس بوينت لكل موظف فيه، وبتروح له عنده قبل ما تروح للعقل المفكر الكبير. يعني احنا حضرتك هنا مددنا كابلات كنترول وكابلات كات 6 اللي هي بتمدد للاكسس كنترول بتاعت كل موظف في حدود 4 مليون متر طولي. شوف حضرتك كام شركه وكام حاجات كلها جينيس ريكورد، يعني حاجات كلها تدخل جينيس ريكورد، لان كمان
احنا غطينا الاسطح كلها بالسولار انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه. كل الاسطح دي 23 ألف متر لكل مجمع في العشر مجمعات حضرتك كمان بقى. كل دي ارقام طبعا، كل حاجه على الاعلى مستوى ذكي هنا، لان الرقمنه ده تخصص المنطقه الذكيه او المدينه الذكيه، هتبقى هي في المنطقه دي كلها عن طريق الانتليجنت سوليوشن. يعني حضرتك كمدير مشروعات شركه كبيره زي شركه البحر الاحمر، كلمنا عن دور رجال الهيئه الهندسيه قوات مسلحة. زي ما قلت لحضرتك احنا ابتدينا معاهم في التنظيم، هم الكوردينيتور وهم الناس العقل المفكر معانا اللي بيوضبونا يومنا من الصبح بالليل، يعني اجتماعات الصبح وطبعا اجتماعات بعد الظهر، اجتماعات بالليل، في اجتماعات بتتم لغايه 11 بالليل و12 بالليل، في اجتماعات طارئه، في مبيت كمان كنا بنبيت مع بعض هنا. زي ما قلت لحضرتك الفتره دي كلها احنا خلاص بقينا عيله واحده، حفظنا بعض، احنا شغالين معاهم ال 24 ساعه فعلا، ده مش كلام، متابعيننا يوميا وبساعه. حتى اليوم اللي ما بنشوفش بعض فيه بتبقى تليفونات، بيبقى ريبورت بيتعمل لكل حاجه بتتنفذ، بنطلع على ارض الطبيعه بنشوف كده نقطه نقطه، وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنحبها، يعني اللي هو المتابعه، لان احنا كنا شغالين برضو مع شركات بروفيشنال زي شركات اجنبيه، بس هنا المتابعه كانت اقوى لان هم موجودين ال 24 ساعه، وده اللي سيطر علينا. هنا السؤال بقى، شركه زي شركه البحر الاحمر اكيد اشتغلت مع شركات عالميه واكيد اشتغلت بره مصر كتير. الجمهوريه الجديده قدمت ايه للشركات الخاصه المصريه؟ لا احنا اتغيرنا 180 درجه، يعني احنا كنا داخلين هنا حاجه وطلعنا حاجه تانية. يعني احمد يحيى زكي اللي هو ماسك دار الهندسه اللي هو ماسك قطاع قناه السويس دلوقتي، قال علينا هنا ان احنا دخلنا شركه وطلعنا شركه تانية بسبب بيتكلم في حجم التطوير. النظام اللي احنا مشينا بيه هنا نظام مانجمنت قوي جدا وعالي جدا، ان انت دخلتي في اجهزه وانظمه اول مره نتعامل فيها. زي ما قلت لحضرتك السنترال اللي شغال بتاع الشيلد ووتر، ميه الساقعه اللي شغاله دي اول مره في الشرق الاوسط تتعمل. احنا على شمالنا دي اكبر محطه موجوده 65 الف طن بتدخل عندنا الميه يوميا في جميع العاصمه، دي اول مره نشتغل فيها. ده نظام، ونظام السنتر باتري ده نظام الاكسس بوينت ده نظام. نقدر نقول ان الشركات المصريه اكتسبت خبره طبعاً من العاصمه الاداريه الجديده او من الجمهوريه الجديده بشكل عام. طبعا ده مشروع مش هيحصل مرتين في حياتنا، يعني انا بعتبره ان هي مره واحده في حياتنا دي اللي هي هتتم، اللي هو بناء الحي الحكومي بالقوه دي وبالعظمه دي. يعني وكلنا سيبنا عائلاتنا وسيبنا بيوتنا عشان نيجي هنا عشان نتمنى نشوفه طبعا ويطلع بيه. يعني احنا من 2017 واحنا قاعدين هنا عشان نخلصه. يعني احنا واحنا بناخد جوله مع حضرتك شفنا يتوسط كل اربع وزارات بلازا، بس كل اربع وزارات فيها بلازا مختلفه. احنا عندنا طبعا زي ما قلت لحضرتك العشر مجمعات الوزاريه هنا، في الاثنين الاولانيين دول الفكره بتاعتهم فكره عربي او الشكل الاسلامي. لو تطرقنا ودخلنا في المجمعات اللي بعدنا هنلاقي واخده الايجيبشن ستايل او الشكل الفرعوني، بعد كده الشكل اللي هو السيادي اللي هو الشكل المودرن، وبعد كده بيخلص بمجلس الوزراء ومجلس النواب. شيء رائع جدا. طبعا احنا حابين ناخد جوله وننقل الصوره لمشاهدينا الكرام كانهم على ارض الواقع. تمام اتفضلي يا فندم، اتفضلي معانا. اتفضلي.
اتكلمنا بعد ما شفت الحي الحكومي من الأعلى والتفاصيل الدقيقة اللي في الحي كله، اتكلمنا عن إحساسك. الحي الحكومي في العاصمة الإدارية جمع بين الفن المعماري المصري، جمع بين الحضارة والحداثة. الحي الحكومي بجماله وحجمه الكبير والضخم، بوجود كل المجار الحكومية في مكان واحد، بوجود يعني المنتزهات والحدائق داخل الحي الحكومي، ما يجعل الموظف أو الزائر أو المواطن يشعر بجمال المكان. يعني محتاجين نحن كعرب أن نجد لنا مجار حكومية فيها الجمال، فيها المنتزهات، فيها التكنولوجيا الحديثة، فيها الفن المعماري، فيها التفاصيل كلها بأعلى مستوى. تعودنا للأسف أن المباني الحكومية تبقى قديمة، لا يوجد فيها مكان للفسحة، لكن اليوم نجد أنه جمعت بين التكنولوجيا، بين التنزه، بين الفن المعماري، بين البنية التحتية المؤهلة. تجد حي حكومي كما ذكرت يعبر عن عاصمة إدارية ضخمة من زمن المستقبل. نعم دكتور حميد، كلمنا بقى عن المشاريع الجديدة اللي تخص شركة نيو إيفنت. نازلين إن شاء الله عز وجل في شركة نيو إيفنت بعد النجاح الذي حققته الشركة في المشروع السابق، بمشروعنا الجديد في الداون تاون بعد العيد مباشرة إن شاء الله عز وجل. احنا خلاص رمضان وكل سنة طيبين، بعد العيد إن شاء الله نازلين بمشروع الأول، وكذلك نعد للمشروع السكني العملاق، سيكون في أفضل المناطق في الأرئيت. مشروع أخذ أكثر من 6 شهور من الدراسة وما زالت الدراسة مستمرة. حاولنا أن نبحث عن كل المميزات التي تميز المشاريع السكنية الموجودة في العاصمة الإدارية وكلها مشاريع عملاقة ومميزة، وحاولنا نبحث عن كل العيوب الموجودة داخل هذه المشاريع من أجل أن نتحاشاها. أردنا أن ننتج منتج مختلف يعني يناسب جمال العاصمة الإدارية الجديدة. حاولنا أن نجمع فيه الخصوصيات التي تخص الشعب المصري والشعوب العربية، لأنه سوقنا في برا مصر تقريبا أكثر من سوقنا داخل مصر. فحاولنا أن نجمع كل بلد له خصوصيات معينة، فحاولنا أن نضع في هذا المشروع مميزات وخصوصيات لكل فئة، لكل بلد، لكل شريحة من شرائح العملاء. لنا عملاء كثير من كل دول الخليج، من اليمن، من مصر، فحبينا أن نعطي كل شريحة من شرائح عملائنا جزء يناسبها ويتناسب مع طبائعها وما تفضله. حبينا أن نجمع كل المميزات الموجودة داخل مشروع واحد متميز جدا. ربما تأخرنا في طرح هذا المشروع، لكن كل هذا التأخير كان عبارة عن دراسة دقيقة لكل تفاصيل هذا المشروع ليظهر هذا المولود على أجمل صورة وبأفضل وأعلى مستوى يناسب كل أذواق عملائنا، لأن عميلنا هو محور الارتكاز، هو كل اهتمامنا أن ننتج منتج يلبي رغبات العميل اللي سينضم إلى عائلة نيو إيفنت. عملائنا لهم مكانة عالية جدا عندنا، نسهر الليل والنهار من أجل أن ننتج منتج مختلف. أعدكم بأننا سنعمل نقلة نوعية، وكما هي شركة نيو إيفنت يعني حدث جديد في السوق العقاري المصري. كما تميزت شركة نيو إيفنت في مشاريعها السابقة، سيكون المشروع الأكبر والمشروع الأجمل والأفضل إن شاء الله داخل العاصمة الإدارية، الكمباوند السكني الخاص بشركة نيو إيفنت. وباقي يعني قدامنا نقول 2 إلى 2.5 شهر حتى نرى هذا المولود إن شاء الله عز وجل على أرض الواقع.
يعني استشفيت من كلام حضرتك ان حجم الاستثمار كبير. اكيد حجم الاستثمار كبير وحجم الاقبال في الفتره الاخيره كبير جدا جدا، خاصه من الاخوه العرب، فالطلب من اليوم من السوق الخليجي والسوق اليمني، واصرار العملاء من اليوم على حجز وحدات في المشروع قبل الاعلان عنه، دليل على ان الناس السوق متعطش، والعرب ادركوا قيمة وعظمة العاصمة الإدارية. كان الماضي الكثير متردد والكثير يشك في هل ستنجح العاصمة الإدارية، هل ستكتمل كما خطط لها، هل سيحدث فيها توقف أو تراجع، لكن أصبحت اليوم حقيقة على أرض الواقع، فأصبح الكل يتنافس ليحجز فيها مكان قبل أن لا يستطيع أن يحجز. كمية الاتصالات والتواصل والإيميلات اللي صلنا من قبل عملاء للحجز في المشروع، عندما سمعوا في الحلقة السابقة وكانت أول مرة أتكلم أننا نازلين مشروع سكني في العاصمة، كمية الطلب عليه كبيرة جدا قبل أن يظهر هذا المشروع، لكننا ننتظر لأن يظهر هذا المشروع سيفاجئ الجميع. مشروع عملاق متميز فيه كثير من المميزات والخصوصيات التي قد لا توجد في أي مشروع آخر. دكتور حميد بالتوفيق وأهلا بك في مصر. أهلا بكم، وأنا كما قلت لست ضيفا في مصر فلا أعتبرها بلدي. بلدك الأولى ولكلمتك المفضلة. وشكرا لمصر، وشكرا لقيادة مصر وشعب مصر، وشكر خاص مني للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على هذا المشروع العملاق الذي بذلت جهود كبيرة من أجل إنجاح هذا المشروع العملاق الذي يعتبر فخر لكل عربي في فترة زمنية قصيرة جدا. أنا أعتبر إنجاز من المعجزات، فبجد شكر كبير وعميق وتحية خاصة لهم، وأقول كل سنة وأنتم طيبين ودمتم فخر للعرب جميعا. دكتور حميد كل سنة وحضرتك طيب وأنتم طيبين إن شاء الله، ورمضان كريم يا رب على الجميع، ربنا أكرم.